ما عندها حتى معنى هذه، هذه غير زدت انت لك تفضح في نفسك، هذا ما كان. نعم يا استاذ وكي يقول بكيت ليما، ولو انه الكلام اللي حنقوله دوكا موجه ليما. والله يا استاذ مستعده حتى لو كان عندهم شويه كوراج ويجوا. هذه امه كان على بالها بلي انا ني معاه، وكنت يعرفه بلي انني معاه، وجيت ليك وجيت ليك بصفه طيبه، ما جيتش ليك زعما هدرت معاها ولا سبيتها. جيت كأي طفلة قلت لها أني عارفة باللي غلطنا وشوفي واش صرا، وأنا ما نسحق والو، وأكرر واش قلت في الخطرة اللي فاتت، نسحق اسم الطفلة. وسمح لي أستاذ، كاين بزاف ناس بحثوا لي فيسبوك وتيا مادام راكي تقولي باللي باباها علاش ما دومونديتيش لاديان. أنا مستعدة نقول باللي مستعدة لاديان، هو اللي ما حبش يدير لاديان. قولي لي يما واش قالت لك يا أختي ليا، واش قالت لك؟ يعني والله قالت لي كلام ما كاش كيفاش نقوله هنا في الحصه كامل. لا هذه في المعلومه مفيده استاذي، الام تكون على بالها بلي وليدها في طريق الفساد وهي ساكته، بالعكس بالك هذه دقيقه ويشوف فيه الشاطه وليدي الشاطه وليدي يجوا وراه البنات وكذا، نهار يقع الفاس في الراس نولو في حياه، علاه تفتحوا هذه الابواب؟ والله يا استاذ هي قالت لي انت يا ماشي وليدي. انت اللي نامتني انا وحدي، قلت لها انا نجيت لي كاني نقول لك بلي انا غلطت، كي راح تسمع هذا الكلام اللي نقول فيه ولا اني نكذب بالجهه الثانيه هنا ما كاش مشكل. انا رحت ليها مع يمات صاحبتي هذه اللي استنجدت بها. يعني عندك شهاده؟ هاي اكيد. قلت لها غلطنا وشوفي واش صرا، وزادت يمات صاحبتي قالت لها يا ودي غلطوا وكانوا مع بعض، دوكا تيك الطفله هذه كيفاه منا. قالت لها ما تمدها ولا تشوف كيف دير لها، انا وليدي خاطيه، انا وليدي ما دار والو. صح. من بعد يمات صاحبتي قالت لها يا اختي هذه مع هذا الطفل، قلت لها دار شرع بيناتهم. قلت لها ايه؟ قلت لها بصح ديما تطلب منه يروحوا لدار الشرع الى صابها بنته يا سيدي ماركي، رغم انه ولكن الامر صور، الامر صور لغالبيه الناس انه احنا خلقنا مشكله من اجل اضرار بشخص معين، يعني احنا اصبحنا وكأننا أداة للإضرار بالناس وليس منبر للمظلومين. نعم. وليس منبر للبسطاء. وشفنا يعني الشيخ توافقني الرأي، يعني احنا ما صبناها لا في المواطن لا في المسؤول.